بسم الله الرحمن الرحيم، برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وكالعادة حلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجماهير. عندنا كل يوم أحداث داخل النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي وكل ما يخص النادي الأهلي وانتخابات الأهلي، كل يوم بنصحى على أحداث جديدة. هنتكلم في كل حاجة، لكن أكيد في البداية هنتكلم مع حضراتكم عن فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، ماشي بشكل كويس جدا. هنتكلم خصوصا على مباراة نادي الإسماعيلي اللي تقام غدا إن شاء الله على استاد برج العرب في 7 مساء. في البداية أكيد في حالة من التركيز، في بعض الغيابات، لكن البركة في اللعيبة الرجال اللي موجودين طول الوقت بيقدروا يتحملوا فانيلة النادي الأهلي. بنشوف عناصر بتدخل عناصر بتخرج، لكن الجميل اللي في فريق النادي الأهلي في عناصر ابتدت بتأدي بشكل كويس جدا جدا. بنتكلم على محمد الشناوي، بنتكلم على محمد هاني، بنتكلم على أيمن أشرف، الصفقات الجديدة دورها جاي، خصوصا اللي حضراتكم عارفين اللي في المباريات الأفريقية بيبقى فيه مجموعة مقيدة، فالكابتن حسام البدري مش هيقدر يغير بشكل كبير، التركيز هيبقى المجموعة اللي كانت مقيدة أفريقية، لكن الدنيا أوسع دلوقتي في اختيار اللاعبين، في اختيار التشكيل، ودي جزئية مهمة جدا. وعلى اللاعبين، كل لعيب بياخد مكان لازم تقاتل عشان تحجز مكانك، وده كلام في البداية، رسالة لكل اللاعبين كالعادة. اللعب في النادي الأهلي مش بالسهل، اللعب في النادي الأهلي بيحتاج تركيز، اللعب في النادي الأهلي بيحتاج التزام، اللعب في النادي الأهلي بيحتاج انضباط، وطول الوقت بنراهن على لاعيبة النادي الأهلي رجالة وجهازهم الفني. قبل ما اتكلم في المباراة واقول لحضراتكم القايمة اللي موجودة، او خلونا نروح الأول كالعادة لزميلي الاستاذ محمد عراقي الناقد الرياضي باليوم السابع. استاذ محمد برحب بحضرتك، طمنا على الفريق، استعدادات الفريق، كل ده عايزين نعرفه من حضرتك، اتفضل. اهلا بك يا كابتن سادي، واهلا بكل مشاهدين قناه الاهلي. طبعا يعني النهارده كان تجمع، النهارده الصبح كان الساعه 10:30 صباحا، كان حسام قرر التمرين هيبقى في اسكندريه النهارده، ما حبش ان هو يتمرن في القاهره، حب ان هو ياخد اللعيبه على طول الصبح بدري ويبتدي يتمرن في اسكندريه عشان اللعيبه برضه ياخدوا، يعني طبعا ماتش الاسماعيلي ماتش مهم، فهو حب يبقى المعسكر اطول شويه عن ما بيبقى في الماتشات العاديه. لعيبه سافرت وروحوا تقريبا الساعه تقريبا 3، وعلى طول بقى عملوا تمرين الساعه 5 تقريبا. لعيبه كلها شاركت. طبعا هو القايمه النهارده كان فيها يعني غيابات لعيبه كتير، اللعيبه يعني اللي هم كانوا عايزين الفتره الاخيره، طبعا فيها اسباب كتير جدا لغياب عدد اللعيبه بسبب الاصابه، لعيبه ثانيه بسبب اسباب فنيه، ويعني كان ابرز الغايبين النهارده عن القايمه كان الكابتن شريف اكرامي وصالح جمعه واسلام محارب واحمد حمودي، دول يعني تقريبا ابرز اللعيبه اللي غايبين عن القايمه. طبعا في منافسه كبيره جدا في مركز حراسه المرمى بالذات على مين الحارس اللي يلعب في ماتش الاسماعيلي، هو ان كان الاقرب محمد الشناوي هو الاقرب، خصوصا ان هو ظهر بشكل كويس جدا في ماتش الانتاج الحربي الاخير. اعتقد ان يعني محمد شناوي هيبقى هو الاقرب لكده، وبرده هيستمر خط الدفاع برده شكله اللي هو لعب برده الماتش الاخير، ايمن اشرف، سعد سمير، محمد هاني، احمد فتحي، يعني هيسف احمد فتحي، حسين السيد، برده خط الوسط عمرو سليح، حسام عاشور، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا عفوا، وخط الهجوم يعني ازار وازاي اللعيبه برده اللي هي بتلعب بشكل مستمر الفتره الاخيره، هم برده اللي هيكملوا. طبعا في يعني طبعا كابتن حسام اتكلم عن لعيبه ان ماتش الاسماعيلي من الماتشات المهمه جدا في الدوري، الماتشات اللي هي بيبقى يعني حسمها بيبقى ليه دور كبير جدا في حسم البطوله، خصوصا الاسماعيلي السنه دي بيقدم اداء كويس جدا وهو متصدر جدول الترتيب لحد دلوقتي، وطبعا برده عنده حوادث كبيره ان هو يعني يكسب الاهلي وان هو يحافظ على صدارته في جدول الترتيب، بس كابتن حسام اتكلم عن لعيبه على اهميه المباراه، واكد اللعيبه كلها ان الفتره الجايه يعني هيبقى التركيز فيها يعني مش على الاسماء اكتر ما هيكون التركيز فيها على المردود البدني والفني اللي بيحصل في الملعب سواء في التدريبات او المباريات. اللعيبه يعني فهموا الموضوع ده كويس جدا، وظل واضح ان ده هيبقى سياسه كابتن حسام، وظل واضح حتى في استبعاده لاسماء كبيره جدا من القايمه ودخول لعيبه صغيرين زي احمد ياسر ريان القايمه. تمام، استاذ محمد حابب تضيف اي حاجه ثانيه؟ لا هو يعني بس احنا يعني ماتش الاسماعيلي يعني مباراه طبعا يعني ديربي كبير بين الاهلي والاسماعيلي، اعتقد المباراه هتبقى قويه جدا وهتفرق نديه كبيره. واعتقد ان هيبقى ليها دور كبير قوي، يعني هتبين بشكل كبير شكل المنافسه على الدرع الدولي السنه دي باذن الله. استاذ محمد عراقي الناقد الرياضي باليوم السابع، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. خليني اقول لحضراتكم كمان كالعاده
مجموعة اللاعبين اللي اختيروا من قبل الكابتن حسام البدري لمباراة نادي الإسماعيلي غدا في استاد برج العرب، هي مباراة أكيد نادي الإسماعيلي، مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع. اللعيبة اللي اختارها الكابتن حسام البدري: حراسة المرمى محمد الشناوي، أحمد عادل عبد المنعم، محمد طارق متصعد من قطاع الناشئين. في أحمد فتحي، أيمن أشرف، سعد السمير، حسين السيد، صبري رحيل، محمد هاني، ده خط الدفاع. خط الوسط: عبد الله السعيد، حسام عاشور، عمرو السليه، هشام محمد، جونيور اجاي، بكماني، ميدو جابر، احمد الشيخ، وليد سليمان، مؤمن زكريا. ده خط الوسط. خط الهجوم: وليد ازارو، عماد متعب، احمد ياسر، ريان العنصر المبشر، كمان متعب موجود، واحد من اللعيبه الكبار داخل النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي. قبل ما اتكلم في امور فنيه، دي الامور الفنيه بتاعت الكابتن حسام البدري اكيد، لكن دايما المباريات الكبيره لازم نظهر بشكل مختلف. النادي الاهلي بيقابل فريق محترم، فريق نادي الاسماعيلي، ايوه محترم، ماشي بشكل كويس السنه دي، منظم، فلازم من بدايه المباراه يبقى فيه تركيز بشكل كبير جدا، وده اللي بيعمله الكابتن حسام مع لعيبته. خليني كمان اقول لحضراتكم الاحداث النهارده بتمشي ازاي. بعد العشاء بيبقى فيه محاضره فيديو موجوده، الكابتن حسام البدري لعيبته موجوده، بيناقش نقاط القوة والضعف، وبيتفرجوا على أكتر مباراة، بس خصوصا بتبقى آخر مباراة لنادي الإسماعيلي، وده شغل فيه احترافية، وده شغل فيه تركيز، وده شغل فيه انضباط، واللي عايز يكسب واللي عايز ينجح واللي عايز يحصد البطولات يبقى بيمشي بطريقة العمل دي. طيب، النقطة المهمة اللي أنا عايز أتكلم فيها، زي ما قلت لكم قبل كده، الحمد لله لينا قاعدة جماهيرية كبيرة جدا جدا في كل مكان. اتكلمنا عن عودة الجماهير كتير جدا، في احداث ما حبيتش ان انا اناقشها هنا في البرنامج عشان دور الاعلام يبقى بيساند بيدعم الجماهير، لكن اي خروج عن النص ما ينفعش ان احنا نتكلم فيه ولا نديله وقت من برنامجنا، ندي وقت من برنامجنا للي الكل يبقى ايد واحده، كل واحد يشجع فرقته، كل واحد يساند فرقته، نتكلم على عوده جماهير، نتكلم الاهلاوي يشجع الاهلي ويروح يسانده ويروح وراه ويسافر وراه، والاسماعيلاوي كذلك، والزملكاوي كذلك، والاتحاداوي كذلك، عايزين كل الانديه الشعبيه جماهيرها تبقى موجوده. لاحظت حاجه ما كانتش لطيفه ومش هدخل في تفاصيل، اللي هي قبل مباراه النادي الاهلي في النهائي وقبل النهائي، وخروج عن النص، ومش عارف بيعمل ايه وبيشتم ايه وعلم الاهلي فيه ايه وهكذا وكذا، وانا ما احبش اللي دي تبقى صوره موجوده، خصوصا بعد حدث جلل مع النادي الاهلي وبعد حدث جلل مع نادي الزمالك. ما ينفعش اللي احنا نظهر الصور دي على الشاشات، عشان نبقى متفقين اللي نتكلم فيه بكل قوه. في مباراه ما بين فرقتين كبار بكره، ونادي الاسماعيلي صاحب الارض، اللي هيروح من نادي الاسماعيلي يلتزم باخلاقيات اللعبه، ومش عايزين تعصب، وشجع فرقتك زي ما انت عايز. كمان النادي الاهلي اللي هيروح يشجع من عنده يلتزم باخلاقيات اللعبه، وشجع فرقته ويساند لعبته ويقول اغانيه زي ما هو عايز، خصوصا عايز الجمهورين واي حد بيروح استاد يتذكر لما كان في حدث جلل للنادي الاهلي، وكان في ناس بتشجع ناديها حصل مشكلة وتوفى ناس كتير جدا وعدد كبير، بنتكلم 72، واكيد انا مش حابب اتكلم في القصة دي، بس كان اول ناس موجودين في النادي الاهلي جمهور الزمالك وجمهور الاسماعيلي، تفتح بوابة النادي تلاقيتهم واقفين وموجودين، حاجة كانت محترمة وحاجة مشرفة. فمن هنا مش لازم نقف جنب بعض لما يبقى فيه محنة، لما يبقى فيه موت، ولازم نتعلم الدرس كويس. فاللي بيحصل على السوشيال ميديا، القطاعات كبيرة ما بتقبلش السوشيال ميديا ده، بكلمكم بمنتهى الصراحة، اللي ما بلاش في ناس محترمة تقعد تسمعها وتقول أو تسمع آرائها، في البعض عمال شغال في نفس الطريق، ولعة ولعة شغالة غير طبيعية. فمن هنا مش عارف علاجها فين، مش عندي، لأن يجي يقول لك حرية الرأي، ما هو حرية الرأي برضه مسؤولية، حرية الرأي مسؤولية، لكن دورنا ما دام جماهير وعشنا وسطهم وعارفين تفكيرهم، من حقنا ننصح الناس ومن حقنا نفهم الناس. فمن هنا الحل الوحيد لما تروح الاستاد التزم، شجع فرقتك وساندها وساند مدربك وقول اغانيك في الطرفين، لكن الخروج عن النص بصراحه بقى دمها تقيل، خصوصا اللي ما فيش جماهير بتحضر، وبتدي رساله اللي احنا كمان من بكره نطالب الماتشات المهمه يبقى فيه جماهير من تاني، لكن لما تحصل مشكله مش هنقدر نتكلم، مش هنقدر نقول اي حاجه. فده مهم للجمهورين ولكل الانديه الجماهيريه. فحصلت حاجات فيها خروج عن النص، مش يعني ده غير مقبول بالمره من ناس غير مسؤوله،
ولازم اللي احنا نعالج ده طول الوقت كاعلام. فجملتي الاخيره مش لازم يحصل مشكله كبيره عشان نستوعب الدرس، لازم يحصل اللي احنا ابقى فاهم خلاص، كفانا تعصب، كفانا ناس تمر بمحن وتتحبس، كفانا انا بنروح الكوره عشان نستمتع، عشان ابقى فخور بالنادي بتاعي وابقى فخور بجهازي الفني وابقى فخور باسم النادي الكبير بتاعي. فاتمنى كمان وده الاهم، عماد متعب كابتن النادي الاهلي، حسني عبد ربه كابتن النادي الاسماعيلي، دول اساسا اصدقاء وطالعين مع بعض من قطاعات الناشئين وفي سن واحد، كل واحد يبقى موجود ينزلوا ايد واحده وندي رساله للجميع، ندي رساله للجميع وتبقى بدايه محترمه، خصوصا الاثنين ليهم اسم كبير وحاو انجازات محترمه، سواء حسني مع الاسماعيلي ومنتخبنا الوطني وسواء كابتن عماد متعب مع النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني. لازم اللعيبه الكبيره في المباراه دي يبقى ليها دور مهم جدا جدا عشان الاحتقان اللي بيبقى موجود. واتمنى اللي هو اكيد اكيد قلت لكم مفيش حياديه مع الاهلي، نتمنى النادي الاهلي يفوز، نتمنى اللي النادي الاهلي يحقق انتصار، خصوصا النادي الاهلي بنتكلم لعب اربع مباريات، تعادل مع الجيش اول مباراه، فاز على الاتحاد السكندري، فاز على الرجاء، فاز على الانتاج، النهارده بيلعب مباراه مؤجله امام نادي الاسماعيلي، وطول الوقت تاريخ النادي الاهلي واي مجموعه بتبقى موجوده هدفها المركز الاول، هدفها اللي من بدري، والاهلي لما بيبقى في المركز الاول انا بقول لحضراتكم صعب جدا جدا اي حد ياخد النادي الاهلي لتحت. فمن هنا عايزين من بدري ان شاء الله كابتن حسام واللاعبين اللي احنا عارفين اللي انتوا قدها وقدود. عندي مواضيع كتير جدا جدا هتكلم فيها النهارده وهناقشها بكل بساطه، ومحدش هيقدر يمنع صوتنا اللي احنا نتكلم، لان زي ما عاهدنا حضراتكم لينا قاعده كبيره جدا، عمرنا ما تخلينا عن جماهير النادي الاهلي، اللي مر بمحنه واللي ما مرش بمحنه، عمرنا ما ناقشنا حاجه فيها خروج عن النص، عمرنا ما قلنا كلمه تغضب البعض، عمرنا ما قلنا حاجه ما فيهاش حياديه، قلنا كلمه الحق وهنستمر عليها. الاعلام دوره اللي يشوف حاجه ويقولها، مش دوره التزوير ولا الكذب ولا اللي انا اشوف مجهود مبذول واقول له هو ما فيش حاجه عشان خاطر ارضي طرف على حساب طرف، انا برضي ربنا سبحانه وتعالى. فمن هنا بنعتمد على القاعده الجماهيريه الكبيره اللي البعض حتى دي كمان بيشكك فيها، بيقول لك فين البطولات. مش مشكله، كل ده هنتجاوزه مع بعض، وكل ده هنتكلم فيه النهارده لان كلام مهم جدا كالعاده مع حضراتكم، لكن اسمحوا لي اطلع فاصل سريع وبعدها هتكلم كلام مهم جدا لجماهير النادي الاهلي واعضاء جمعيته العموميه. شيوخك اكتسبنا مدنا، من رموزك ايضا اكتسبنا كل حاجه محترمه وكل حاجه كويسه، من كل رؤساء انديه النادي الاهلي على مدار التاريخ اكتسبنا كل حاجه محترمه، اكتسبنا حاجات جميله وحاجات كتير وقيم ومبادئ وهيبه اهلي وكل حاجه كويسه. مبروك لكل الاهلاويه. وهنا عايز اقول كل السابق كالعاده اللي البعض دايما بيعلن الكذب ويتحدث بكذب، اللي طول الوقت قناة النادي الأهلي بتتكلم على اللي عمل حاجة كل حاجة تاريخ الأهلي عند 2014، في ناس كذبت كذبة والجميع مشي وراها ويتروج لها عشان الناس تصدقها. قبل ما اتكلم في أي حاجة أنا
من اسبوع فات، مش من مدرسه اللي دايما اذيع لحضراتكم حلقات سابقه، لان الناس عارفه كل حاجه بيتقال ايه. لكن اتذكر من 10 ايام او من اسبوعين اتكلمنا وقلنا لحضراتكم نعاهد الله او نعاهد ربنا سبحانه وتعالى، هنقول كلمه الحق على كل الاطراف. عاهدنا ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا مش هنكذب، عاهدنا ربنا سبحانه وتعالى اللي هنقول القيم والمبادئ الحقيقيه اللي اتعلمتها. انا اتكلم عن نفسي مع الكابتن صالح سليم الوقت اللي انا عاصرته والكابتن حسن حمدي، هتكلم كل حاجه بامانه ومش هنضلل الناس ومش هكذب. عارف ان كلمه الحق بتزعل البعض، وعارف ان كلمه الحق ممكن البعض يتهمنا بعدم الحياديه، لكن مره ثانيه وثالثه وانا ضد اي حد يحلف على الشاشه، لان انت من حقك ان انت تقدم اعلانك والناس تصدق او ما تصدقش. لكن اقسم لكم بالله العظيم ما في حد مخلوق بيتدخل في البرنامج، اللي بيطلع هو نابع من ضمائرنا وخوفا على النادي الاهلي ومصلحته. واللي اتعلمناه داخل النادي الاهلي على مدار 4 أو 5 سنين اشتغلنا بشرف واشتغلنا بحياديه، ومع مدرسه قناه النادي الاهلي قناه فئويه، دي مدرستنا. واللي بيرقص النادي الاهلي لازم تقف في ظهره وتساعده، عشان ده اسمه حضراتكم، اسمه رئيس النادي الاهلي او رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، فده بيبقى رمز عند الاهلاويه. ده طبيعي ان كل الاهلاويه يبقوا في ظهر ناديهم وظهر اللي بيقود سفينه النادي الاهلي. ده اللي اتعلمته وده اللي اتربيت عليه. شفت غير كده انا ما بتحدثش عن البعض ولا ليا دعوه، كل واحد ليه مدرسته. لكن في هذا الزمن الغريب العجيب شفنا عكس اللي انا بقوله. في الاخر احنا اللي بنتهم او بيتهمونا بنتهم بعدم الحياديه، ده حاجه غريبه وعجيبه. فمن هنا مستمرين في كلمه الحق على الجميع. لما كان في اخطاء كنا بنقول في اخطاء، كانوا بيتصيدوا لما يبقى في اشاده في حاجه كويسه وما تحقق بطولات، كنا برضو يجي يقول لك انت ما بتجيبش اللعيبه ليه. هو الصوره دي بتكذب. كل الالعاب اللي حققت مع النادي الاهلي بطوله كانت بتبقى موجوده هنا بالكاس بتاعها، نسينا ولا ايه؟ مره ثانيه وثالثه ومليون، انا مش ببرر وبكره اي حد يخلق مبررات، لكن بندخل في الصميم المواضيع. فمن هنا هتكلم في كل حاجة النهاردة بمنتهى الشفافية، بمنتهى الشفافية. عارفين ليه؟ لأن الأهلي اللي عمل الناس كلها، الأهلي اللي عمل الجميع. لولا النادي الأهلي ولا كنا حققنا بطولات، ولا كان الناس هتعرفنا، ولا كنا هيبقى فيه في تاريخنا بطولات مشرفة لغاية النهاردة أسرتنا بتفتخر بيها وكل الأهلوية بيفتخروا بيها. مرة تانية وتالتة ومليون، عهد أمام الله وأمام جماهير النادي الأهلي المحترمة وأمام جمعيته العمومية، الكلام هنا مش هيتغير ثانية. مهما تحاربنا، مهما طلع بيانات، مهما اتذكر أسامينا بحاجة، هو ده اللي احنا اتعلمناه داخل النادي الأهلي. وصدقونا على ده، لأن عمرنا وتاريخنا يشهد بده، ما تخلينا عن جماهير ولا عن أي حد غير اللي احنا نعرفه ماشيين عليه من أول لحظة. فجأة احنا ما حدناش عن الصف، فجأة لا تقول اللي يعجب البعض، يا إما تبقى بتخرج عن القيم والمبادئ اللي البعض بيتجاوزها. وهتكلم في كل ده دلوقتي، لكن خلوني في البداية أقول لحضراتكم، لما أي مجلس إدارة بينتخب وعايز للمرة المليون، لما أقول حاجة ما حدش يصدقني على طول، حضراتكم اللي أنا بقوله فكر وشوف كلامنا مظبوط ولا مش مظبوط. لحضرتك وحضرتك وكل الاهلاويه ملناش هدف ولا لينا مصلحه. اقول لكم على حاجه عشان اريح البعض اللي بيحاول يتصيد الاخطاء. لو الاهلي حد هيمسه بكلمه على حساب البرنامج مش عاوزينه، لانه مش فارق معانا اساسا، بيفرق مع ناس تانيه، وتقعد تعيط وتخش في قصص، ده مش تبرير، هي دي الحقيقه. والتاريخ هيكتب ان شاء الله، ان شاء الله التاريخ اللي هو القريب. ينجح اللي ينجح، ملناش دعوه، مش شغلتي دي، شغله جمعيه عموميه هي اللي تختار مين اللي يقود سفينه النادي الاهلي. جمعيه عموميه واعيه محترمه، عارفه يعني ايه قيم ومبادئ النادي الاهلي، وعارفه تختار مين لمصلحه النادي الاهلي. انا ما اقدرش، مستحيل املى عليها حاجه، لكن بكلمكم في امور غريبه وعجيبه بتحصل وكميه ضغوط غير طبيعيه. خلوني ابتدي بالحدث الاهم في البدايه.
ووضع حجر اساس ارض التجمع الخامس، 50 فدان، الدفع اعتقد 68 مليون جنيه في مصاريف اداريه و13 مليون و55 مليون اتدفعوا من حوالي 3 او 4 شهور. المفروض ابقى فخور بده، المفروض ابقى سعيد بده، المفروض النادي الاهلي نقله نوعيه جديده في التجمعات العمرانيه الجديده، والاهلي موجود. والاهلي لما يبقى موجود في مكان بتلاقي المنطقه اللي حواليه الدنيا بتختلف، لان ده الاهلي الكبير، وهو ده اللي انا بقوله النهارده. خلينا اتكلم في امبارح، قلنا الكابتن عبد الصالح الوحش وارض مدينه نصر، وقلنا الكابتن صالح لما جه، وبعد كده الكابتن حسن حمدي ارض الشيخ زايد، الكابتن حسن حمدي كان موجود وجاب الارض، والارض اتغيرت، قصه حضراتكم بقت ممله وسخيفه. فجه المهندس محمود طاهر كمل، يبقى كلهم شكرا، كلهم شكرا. مين اللي قال غير ده؟ يجي يقول لك الحق قناه الاهلي الحق قناه الاهلي بتقول ايه؟ ما احنا مش هنمشي على مزاج الناس، لا، بنقول الحقيقه وهنفضل نقول الحقيقه، لان عندنا من الشخصيه الواضحه اللي نتكلم في كل حاجه. طيب، وبنتكلم مره تانية على منصب، انا ماليش دعوه بانتخابات، هل القعده دي فيها قايمه اللي نازله مع المهندس محمود طاهر؟ لا، دي اعضاء مجلس الاداره اللي هم قالوا في خطتهم الانتخابيه من اربع سنين اللي هيجيبوا ارض في التجمع الخامس. اللي تعيب هنا شايفين اي عضو من اللي نازلين؟ كلهم محترمين اللي نازلين، ادي موجود في الارض. المهندس محمود طاهر، الاستاذ كامل زاهر، الاستاذ مروان هشام، ورئيس مجلس اداره السابق لنادي السيد الاستاذ حسين صبور، والكابتن طاهر كابن من ابناء النادي الاهلي يوم، والدكتور محمد يحيى المستشار الهندسي، لان الراجل كان بيشتغل على الملف ده بقاله اكتر من ثلاث سنين او سنتين. ايه اللي فيها؟ حاجة تدعو الأهلوية كلهم وأعضاء الجمعية العمومية اللي أنت تفتخر بناديك. التاريخ هيكتب إن المهندس محمود طاهر جاب الأرض. كمل، ربنا يوفقه. اللي هو هيبني المشروع. ربنا يوفق الكابتن خطيب، هيكمل. التاريخ هيكتب إن الاثنين ولاد النادي الأهلي المخلصين الأوفياء كملوا. هياخدوا بقى الكلمتين دول دلوقتي يحطهم لنا في فيديو، قال لك ربنا يوفق المهندس محمود طاهر، هتعبسوا معانا، مش هيمشي الكلام ده. فاهم؟ زي ما بيتقال الكابتن عبد صالح الوحش جاب ارض مدينه نصر، والكابتن صالح بناه، وبعد كده الكابتن حسن جه كمل وعمل طفره، وبعد كده جه المهندس محمود طاهر، الراجل طور الشغل السابق واضاف حاجات، كلهم التاريخ كتب اساميهم. طيب، فاحنا قلنا الكلام ده اكتر من مره. ادي المشروع، حاجة تدعو للفخر. أنا عايز وفي ناس غريبة جدا بيقول لك هو بيستلموا الأرض ليه النهاردة؟ لا إله إلا الله، هو ذنبه مش الراجل؟ النهاردة سلموه الأرض في التوقيت ده واتدفع 6 ولا 64 مليون جنيه. أقول لهم لا يا جماعة مش هستلمها عشان في البعض هيهاجمنا؟ لا، مش هاخدها، ده الأهلي. أقول لكم على حاجة، في نقطة مهمة جدا عشان البعض يبقى عارف. النهارده هو حد يعرف الكابتن محمود الخطيب قيمه وقامه ورمز من رموز النادي الاهلي؟ المهندس محمود طاهر راجل محترم جدا وعمل شغل محترم. هو حد يعرف مين اللي هينجح؟ محدش عارف. فده لمصلحه النادي الاهلي، ده لمصلحه النادي الاهلي. قرب لي الصوره، مكتوب كده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه، قائمة المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قام المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بافتتاح. مين معاه الأعضاء؟ الأستاذ كامل زاهر، الأستاذ عماد وحيد، الأستاذ مهند مجدي، الأستاذ مروان هشام، الأستاذ محمد جمال هليل، آدي الأسماء. آدي الأسماء، ما هو محدش يعني ما قالش الراجل أنا دفعت من جيبي وجيت. الاهلي واللي موجود طول الوقت الجمعيه العموميه للنادي الاهلي عايزه اللي يطور لها ويشتري لها ارض ويحدث في كل حاجه ويحصل تطوير، ولان دي مسؤوليه، مسؤوليه، مسؤوليه النادي الاهلي دي حاجه كبيره. تعرفوا يعني ايه رئيس مجلس اداره النادي الاهلي؟ مسؤوليه، مسؤوليه ضخمه، مطلوب تحقق بطولات في كل الالعاب، مطلوب اللي انت تطور طول الوقت للناس، مطلوب للاعضاء، مطلوب اللي انت تعمل كل حاجه محترمه للنادي الاهلي. حد طلع خبر
البعض لكن اهل الشر عمرك ما هتلاقيهم بيعرضوا الكلام ده، وانتوا عارفينهم هم مين. اهل الشر اللي دايما عاوزينها نار وولع. دي حاجه محترمه، ده حاجه تدعو للفخر. النادي الاهلي عنده 50 فدان في التجمع الخامس، في مكان من ارقى الاماكن داخل التجمع الخامس، وجنبك مشاريع محترمه. بقى تخيل النادي الاهلي كمان يبقى موجود هناك. حط لي الصوره بتاعه الشكل العام بتاع المشروع عامل ازاي، اللي ايا كان مين اللي يكسب لازم يعمل الشكل ده، لان النادي الاهلي ايمج كبير، لازم اللي انت لازم تعمل حاجه كبيره. المكت فين يا جماعه؟ حطه على الشاشه وري الناس. اللي ربنا يوفقه ويبقى موجود يكمل ده، ايه المشكله؟ لكن طب اسال سؤال، هو المجلس اللي موجود لما يفتح باب العضويه يدخل ملايين ونحدث في نادينا حاجه تدعو للفخر؟ ايه ادي الصوره اهي، ادي المكت اللي موجود. المكت ده الناس اشتغلت عليه وفي استشاريين عشان يطلع في افضل حاجه، صالات مغطاه وحاجه على اعلى مستوى وتكنولوجي موجود، وهو ده شكل النادي الاهلي اللي احنا بنحبه. زي ما شفنا الجزيره المنظر اكثر من رائع مع كل رؤساء الانديه، وزي ما شفنا الشيخ زايد، وزي ما شوف كلنا واحد. لكن اهل الشر اللي كانوا بيفرقوا ما بيننا هم دول اهل الشر، اللي قاعد يقول لك فرع مش عارف ايه، وده فرع ولا مش عارف ايه، وده لا ده هينتخب. كلنا واحد، كلنا اهلاويه. البعض عمال زي ما بنتكلم على فكره الوطنيه، كل واحد عمال يوزع انت وطني لا انت مش وطني، او انت تنتمي مش عارف لايه، لا ده كل واحد عمال ينظر على التاني. عشان مصر كبيره فالاهلي جزء مصغر من مصر الكبيره، بس جزء مصغر لكن مؤسسه كبيره. فابتدينا نعمل نفس الموضوع اللي بنعمله مع الدوله، نوزع بقى، لا انت اهلاوي بشرطتين، لا انت اهلاوي حرارتك عاليه، لا انت اهلاوي. يا عم الاهلي بتاع كل الناس، الاهلي للاهلاويه، الاهلي لكل واحد اهلاوي، اللي مش عضو والعضو، الاهلي بتاعنا كلنا. ما هو ده اللي انا بقوله، ده في حاجه غلط يا جماعه. يقول لك ما تقولش كده عيب، ده انت بتلقح له. لا احلى مين؟ الاصول اصول والصح صح. انا اللي انا افهمه وبعرفه وعايزين كل الاعلام يتكلم بحريه، احنا بنتكلم بحريه مسؤوله، نتكلم بحريه فيها مسؤوليه. فمن هنا ادي الصوره، عايز احكي لكم وخلي الصوره قدامك، موقف جميل جدا عشان تعرفوا الدنيا. حصل موقف غريب جدا امبارح والله، احكي لحضراتكم بكل امان. كنت جاي رايح، قلت اروح انا والكابتن عمارة، كان بيكلمني في التليفون انت فين؟ قلت له انا هقعد في النادي شويه وكده. قال لي طب انا هاجي لك. الراجل هو جاي لي في الطريق، عرفنا اللي فيه افتتاح، قلت له طب ما تيجي نروح. واحنا ماشيين بالعربيه رحنا لغايه التجمع الخامس كده في اول التسعيني، الناس اكيد كلها اللي ساكنه في المنطقه دي عارفه العنوان اللي انا بقوله. فلقينا باص كده، لقينا ناس نعرفها، ركبنا عربيتنا وركبت انا والكابتن عمار ومشينا. ركبنا الباص معاهم، والله ولا اتكلمنا جمله فيها انتخابات والله تاني، وفضلنا ماشيين ونضحك. كابتن عمار دمه خفيف، شخصيه محترم. ومشينا واحد الاعضاء ماسك موبايل بيصور ويضحك وعمال يعمل لايف. رحنا قبل ما ندخل على الارض، لوجو الاهلي موجود من بعيد. عارفين مشاعر الناس اعضاء النادي الاهلي كانت ايه؟ حاجه قعدوا يغنوا للاهلي الاغاني بتاعته. اقول لكم على حاجه، والله العظيم ده اللي حصل، وعمالين يغنوا ويفرحوا، واهلي اهلي اهلي، واسر اللي كبير في السن، وقعدنا ندردش مع بعض، وان شاء الله ربنا يولي من يصلح، ومحدش قال جمله غير كده، وحاجه محترمه. وفي اللي كان بالامانه، عشان اقول لكم بصراحه، نازلين من الاتوبيس، الناس عايزه تروح تحط بايديها حجر الاساس للنادي الاهلي، بيقول لك حاجه تدعو للفخر، انا شاركت في يوم تاريخي للنادي الاهلي اللي بقى عنده فرع 50 فدان واتدفع فيه مبالغ محترمه. وعمالين يغنوا وبتاع الناس، حاجه يعني انا ما اعرفش ده الباص ولا لا، بالمناسبه انا ما شفتش ما اعتقدش اللي هو ده الباص، لان احنا رحنا متاخرين شويه. ادي الصوره، لوجو الاهلي موجود في التجمع الخامس، مين مننا يزعل؟ كنت مستني بقى بيانات تطلع، مبروك للنادي الاهلي، مش دي الاصول ولا ايه يا ناس؟ لا نعمل ايه بقى؟ دعايه انتخابيه مش عارف ايه. طب انا هعرض لحضراتكم حاجه دلوقتي، هثبت لكم اللي كلامنا صح
وهثبت لكم اللي فيه لما بتيجي تشتغل وتيجي تدير. اما تيجي تدير حاجه محترمه وحاجه باسم النادي الاهلي لازم تشتغل بخطه، ما فيش حاجه اسمها عشوائيه، لان العشوائيه ما تجيبش نجاح ابدا، العشوائيه ما تجيبش نجاح. لكن هرجع اكرر تاني، شفت ناس اهلاويه فرحانين وسعداء اللي ناديهم بيخطوا خطوه جديده جدا، يبقى عندك اربع فروع. شفت منظر مشرف، لوجو النادي الاهلي محطوط والماكيت اللي موجود، هو ده الشكل اللي هيطلع. حاجه مشرفه، حاجه الكل كان واقف سعيد وفرحان، وفي ناس كتير ما راحتش كانت سعيده وفرحانه، لكن ده بقى يطلع له بيان. مبروك علينا كلنا، مبروك علينا كلنا. حسبت لحضراتكم دلوقتي مش من حد موجود خالص في الانتخابات، من ثلاث سنين ونص اتقال الكلام ده، اللي ده اللي فيه خطه اللي النادي الاهلي يبقى ليه ارض في التجمع الخامس، من شخصيه محترمه وابن من ابناء النادي الاهلي، اعضاء الجمعيه العموميه بيحبوه وكمان جماهير النادي الاهلي بتحبه. تعالى نسمع الحاج محمد عبد الوهاب قال لي اتفضل. الحلم اللي احنا فيه، انا حضرت بدايه الحلم من سنه 2000 يمكن مع الكابتن صالح، وفي مجلس الكابتن صالح سنه 2000، ومن مع الكابتن حسن الارض وتغيير الارض، لغايه الحمد لله ان احنا بنسجل جواها دلوقتي. فده حلم الحمد لله، والنهارده زي ما انت قلت محمد يوم تاريخي يعني، ان شاء الله باذن الله. وبعدين الحمد لله يعني احنا اللي كمجلس الاداره الجديد ده صادق مع عهد عليه الجمعيه العموميه، ان هو التحدي بتاعه هيبقى الانشاءات، التحدي بتاعه تطوير، التحدي بتاعه فرع الشيخ زايد. الحمد لله احنا بعد 6 شهور من تواجد المجلس الجديد واقفين في الـ في الـ في الـ في الارض دوت، وبنعمل الافتتاح المبدئي، وان شاء الله بنحددنا على شهر مارس اللي جاي يعني اليوم بالظبط لسه هنقوله، اللي بيبقى الافتتاح الرسمي للمرحله الاولى في الفرع الشيخ زايد. ومش بس كده، احنا بنتكلم دلوقتي في الفرع الرابع باذن الله ان شاء الله بتاع التجمع. يعني دي الحمد لله كلها تحديات وكلها ان شاء الله اضافات للنادي الاهلي، اضافات للجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي. وكل دوت احنا لسه ما وفيناش النادي الاهلي برضه، حقه علينا لسه قدامنا مشوار طويل يعني ان شاء الله. هو ده اللي عايز اقوله لحضراتكم، الكلام دوت من 4 سنين الراجل قال كلام مهم جدا، بنتكلم على فرع التجمع الخامس وفي خطتنا، وده معنى الكلام اللي اتقال، الكلام دوت من 4 سنين. طب ايه راي حضراتكم؟ برضو احنا مش حياديين، ادي الحاج محمد ابو وهاب، ولا والجميل اللي عمله مجلس اداره النادي الاهلي ان ما شفتش حد من اللي نازل انتخابات على قائمه المهندس محمود طاهر هناك في التجمع الخامس، لان كده يبقى شغل انتخابات بالفعل. يبقى نقول شكرا، نقول نقله جديده، وكل الاهلاويه كلنا سعداء بده. طيب اطلع اقول ليه جبت الارض يا باشمهندس محمود؟ مجلس اداره النادي الاهلي جبتوا الارض ليه؟ لا استنى شويه، ما تعملش حاجه لو سمحت، ما تستلمش الارض. انا بس حبيت اثبت لحضراتكم اللي كان فيه خطه والاصول اللي حصل، اللي ما فيش حد نازل في قائمه المهندس محمود طاهر كان موجود. وحبيت اثبت لحضراتكم ان الحاج محمد عبد الوهاب قال الكلام دوت من 3 أو 4 سنين، فمش بمزاجهم اللي هم استلموا دلوقتي حضراتكم. فالشركه بقى اتاخرت في تسليم الارض، او الناس المسؤولين بقى، وكان لازم تدفع مصاريف اداريه. لما استلم الارض ما عملش افتتاح لارض النادي الاهلي عشان اثبت لحسن نواياي؟ ايه الضغط ده؟ ايه الضغط ده؟ فكنت مستني مره ثانيه وثالثه بيان. مبروك لكلنا كلنا، دي مش اسم بتاعت حد، الارض دي اسم النادي الاهلي بتاعتنا كلنا. مبروك للاهلاويه وفرعكم الرابع، وحاجه تدعو للفخر وهيدخل للفخر، وحاجه هتدخل ملايين وهيتبني حاجات كتير محترمه جدا للنادي الاهلي. ده كان مهم جدا في البدايه اوضح الصوره، عشان الاتهامات اللي بتطولنا احنا مش من بره، لان ما عندناش حاجه نخاف منها. اللي عايز يصدق الحقيقه يشوف ويشوف، لو احنا بنخرج عن النص او بيخرج مننا اي حاجه مش منضبطه، ما فيها اي خروج، فيها حاجه مش مظبوطه، يقول لنا. وشوفوا حضراتكم احنا بنعرض لكم صوره، اعتقد ان دي حاجه مشرفه وحاجه محترمه. والصوره دايما والكلام ده بيبقى قصدك، لان ده مظبوط عند الناس، وده بيفرق مع الناس كتير قوي قوي قوي. من ضمن الحاجات اللي عايز اتكلم فيها، يعني يعني صدقوني الواحد ما كانش مضطر اللي هو يقول الكلام ده، لكن لازم نقوله النهارده، لكن ده عشان ده وقته.
عايز امشي بحضراتكم وفكره مره تانية وثالثه. في حاجه اسمها هيبه النادي الاهلي لما تحترم كرسي او منصب رئيس النادي الاهلي، هذه فكرتي. يجي بقى عليها ابراهيم، خليل، اسماعيل، مش هقول اسماء عشان محدش يتصيد اخطاء. فعليك اللي انت تحافظ على مبادئ وتسمع كلام الكابتن ثابت الله يرحمه في الفيديو الشهير اللي بنعرضه طول الوقت، ان اختلف جوه البيت. هتكلم عن ده شويه، ولما احب تقول حاجه ادخل مره واثنين وثلاثه واربعه، وكلنا نحافظ على بعض، وكلنا نبقى ايد واحده، وكلنا نبقى نطبق مبادئ النادي الاهلي وقيمه وكل حاجه، واحنا مع بعض واحنا بنحافظ على بعض. عرضنا صور جميله، تلاقي ناس، وهنا هتكلم على الفكره اللي عايز اوصلها لحضراتكم. أنا نازل انتخابات، أنا مش نازل بس بتصور مع حضراتكم. الكل مرة تانية، كل اللي نازلين محترمين، نازل مستقل، نازل في قوام، كل الكل محترمين، والكل ولاد النادي الأهلي، والكل قادر على قيادة سفينة الأهلي. في اختلاف على ده؟ أكيد مفيش اختلاف. فتلاقي ناس بتظهر في الإعلام، وإحنا نصحنا بالكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم، بويا، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عندي ست نقط. النقطة الأولى، الشيخ زايد ده دهن أبويا، الجزيرة ما حصلش حاجة فيها، ده كام حمام، مش عارف مدينة نصر كام كرسي. طب برنامجك إيه اللي بتقوله لي أنا كعضو عشان أختارك؟ فنصحنا قبل كده الجميع، لما أي حد يظهر متقدم قول لي برنامجك إيه؟ قول لي أفكارك إيه؟ قول لي داخل تعمل إيه للنادي؟ لا مش ده عمل تطوعي ولا إيه يا ناس؟ طيب قول لي، فهمني. لكن النقطة الأولى تقطيع، النقطة الثانية بهدلة، النقطة الثالثة أفرم، عشان أبين وصل بينا السذاجة. خلينا نتكلم بصراحة مع بعض ونفتح قلبنا بقى، عشان حضراتكم واعيين وفاهمين الدنيا ماشية إزاي. بقى مشكلتنا مين اللي جاب أرض الشيخ زايد؟ ومين اللي عملها؟ ومين استلمها؟ إحنا كبار قوي اللي كل يوم النغمة دي. عشان الجميع يثبت، مش احنا بنقول الكل تعب؟ طب ما في البعض عايز حد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة هو اللي عملها، والبعض التاني بيثبت. لكن في حقايق ما بتكذبش، ما ينفعش اللي احنا ما نصدقهاش. فالكل تعب، صعب علينا نقول كده. لازم زي احد المرشحين وانا جاي في الطريق فتح الراديو، موجود في الراديو، قال لك مش عارف قناة الاهلي ايه وحديده والبرنامج الواحد. يا فندم ما زعلتش ليه مع إهانة رئيس اللي أنا بتكلم تاني على منصب رئيس النادي أيا كان مين قاعد على المنصب؟ حضرتك ما زعلتش ليه لما حصل هنا خروج عن النص؟ ما زعلتش ليه؟ وهنا بخاطب اللي كان بيتكلم في الراديو، ولا إيه؟ ولا إحنا بننسى؟ ولا ما بيفكروا اللي إحنا عندنا قاعدة جماهيرية كبيرة والتليفونات جات لنا على طول من جماهير النادي الأهلي؟ اسمع الراديو دلوقتي. ولا ما انا قلت مره ثانيه وثالثه، مبادئ النادي الاهلي مش تيشيرت بتلبسه وانت بتحب فلان وتقلعه وانت بتكره فلان. المبادئ واحده والمبدا واحد، مش عايزين بقى مبادئ كتير. هي المبدا، في مبدا الكل بيمشي عليه، مبدا الاهلي العظيم الكبير على الكل. احنا عملنا ايه غير كده؟ طيب اسمعوا يا كل السادة المشاهدين المحترمين عشان تعرفوا الحقيقة. ابتدينا بتسلسل وانا متذكره كويس جدا 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 من قصة في الاعلام، وهقولها بمنتهى الصراحة. الاعلام اللي انتوا بتسمعوه من البعض مصداقية، لكن مش عارف ايه، حيادية. في ناس دخلت مع اللجنة الاولمبية، وبعد اللجنة الاولمبية بقوا وحشين عشان المصالح اختلفت. ما عملناش ده. يحسب لهذا البرنامج والقناه دي اللي الخط كان واحد، ولا راحت يمين ولا راحت شمال، راحت في طريق الاهلي. الاهلي لما يدخل مشكله ولاده يلتفوا حواليه ويبقوا ايد واحده، لكن ده ما حصلش. اللي حصل بالمناسبه، اعلام قعد يحدثنا طول الوقت، او اعلامي ما يسمى باعلامي قعد يحدثنا طول الوقت عن شفافيه وفي حياديه. من تاني يوم ما لقيناش الكلام ده تحت مسمى اللي الرموز بتتهان. انت حر بس ما تغلطش في رئيس الاهلي. تاني، انت حر بس ما تغلطش في رئيس الاهلي لانك مش محايد. تاني،
الانتخابات اللي فاتت مفيش حياد، مع البعض مفيش حياد، حياد ايه وبتاع ايه؟ هو ده اعلام؟ انا بكلمكم بمنتهى الامانه، وتتقال ثلاث جمم ثلاث جمل حضراتكم لازم تفهموها. بنتشتم في قناه النادي الاهلي، وواجهه النادي الاهلي، والعبث بالنادي الاهلي. يا جماعه انا قلت لكم وانا امين وملتزم والله باخلاقيات الاهلي، لان الفرق ما بيننا وبين الاعلام ده كبير قوي، وفي اخلاقيات انا مش مستحيل اتعداها وعندي حدود ليها، حدود. بس ده لازم يتقال النهارده، اللي يقول لك حياديه تاني يوم اهانه في منصب رئيس النادي، تدخل مداخلات انا عرضت لحضراتكم جزء منها ومش هعرض اكتر من كده لان عيب، بمنتهى كلام صعب، في اهانه، ده الالفاظ لمنصب رئيس الاهلي، وكان على عشان بيعجب البعض. ايوه كمل من تحت لتحت، كمل، برافو عليك، خلصوا على الراجل. لا انا ما بقبلش ده، ما بقبلش المنصب او منصب رئيس النادي الاهلي اللي يحصل فيه كده. وبعدين بقى انا اسف، الحياديه والمصداقيه، الحياديه والمصداقيه بتبنى في الاعلام بوقت، بسنين، بعمر، ما بتبقاش بين يوم وليله ابدا، والناس عارفه ده. ده بتيجي بعد تراكم سنوات، ده بيقول كلمة الحق، ده جريء، ده بيروح يمين، ده بيروح شمال، ده متلون، ده بيكذب، ده بتاع مصالح، الناس عارفة. فناس كلمتنا، احنا بنتكلم هنا، انا بدردش مع حضراتكم وفتح قلبي النهاردة اكتر عشان الامور اللي انتوا شايفينها العجيبة بقى. الاهلي بيختزل في مين اللي عمل الشيخ زايد؟ كلهم عمل. بقينا صغيرين قوي للدرجة دي؟ ده بيقاتل يثبت مين اللي جاب الارض، وده مش ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ وفي الاخر خناقه، ويتقال قناه الاهلي مش حياديه. طيب هتكلم بمنتهى الامانه، بيطلع اعلامي علينا، اهان الرئيس النادي الاهلي على مدار سنتين لمنصب رئيس الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى الأستاذ مصطفى مراد فهمي قيمة وقامة وشخصية محترمة، مش هتكلم بقى على مناصب ولا هنا بتكلم انتخابات ولا أي حاجة. كل يوم إهانة، كل يوم، وتريقة على المناصب وتريقة على الأوسمة اللي معاه. ليه؟ هو ده مش رمز؟ هو أنت قافل الرموز عندك في مربع قافل عليه ومعاك مفتاحه؟ الناس دي ليها جذور داخل النادي الأهلي، ليها جذور داخل النادي الاهلي. اللي ما بيروحش النادي الاهلي في الجزيره، صوره لجد مصطفى مراد فهمي من قديم الازل، من قديم الازل، صوره وليه يعني نماذج مشرفه من العيله المحترمه داخل، ملهاش علاقه بانتخابات. هو ده مش اهانه يا بيه؟ هو ده مش اهانة؟ هو ده اسمه ايه؟ اللي يتبنى فكرة الحيادية يعملها، لكن مش اللي كل يوم تلات اربع ساعات. وبعدين مين اللي بيكلمنا عن الرموز؟ انت نسيت انت عملت ايه في الكابتن صالح؟ وقلت واتهمته بايه؟ وقلت عليه ايه؟ يعني بجد مش قادر اتخيل. نسيت عملت ايه مع الاستاذ العمري فاروق؟ الوزير السابق وابني من ابناء النادي الاهلي، نسيت عملت ايه مع الخالدين في فيديو معانا مش هنعرضه عشان ما نخرجش عن النص، الكابتن الاستاذ المحترم خالد مرتجي والاستاذ خالد الدرندلي. حاجه غريبه، امبارح بهاجم الناس، النهارده حبايبي وحلوين، احنا ما نعملش ده، مش مدرستي وما بخافش من حد، لكن هو ده اللي حصل بالفعل يا جمهور الاهلي، يا اللي انت تعلم تماما واعضاء الجمعيه العموميه كل جمله انا بقولها وكل جمله انا بعنيها. نسينا اتعمل ايه مع الكابتن ثابت البطل الله يرحمه؟ انا مش فاهم، مش فاهم. وفي الاخر بصوا الاعلام بقى يقول لك مش عارف ايه. طيب هضطر ان انا اتكلم واقول، امبارح في ندوه في الشيخ زايد، الاعلامي المبجل صاحب الشعبيه الاولى في مصر، صاحب المصداقيه الاولى في مصر، اللي طلع كل الناس في مصر، من غيره ما كانش حد هيطلع، اللي معاه
بصراحة أسس أكتر من 80 قناة ومعاها سبق كل يوم وأجمد واحد في تاريخ الإعلام، في أكتر من كده ومش بتريق بالمناسبة. أهو موافق تمام. بيطلع قدام الجمعية العمومية للنادي الأهلي يتحدث اللي مش عارف مين العيل ومين واجهة ومش عارف. وساعتها الأعضاء كانوا قاعدين مبسوطين من كلام حضرتك اللي هم نازلين انتخابات. هل دي مبادئ النادي الأهلي؟ هل دي قيم النادي الأهلي؟ يا جمهور الأهلي يا محترم، يا أعضاء الجمعية العمومية يا محترمين، المبادئ ما بتتجزأش. قعدت تقول فلاشة، لكن أقسم بالله مرة تانية وأنا بقول لحضراتكم ليه بتكلم بكل قوة، لأن لو الواحد طلع الحاجات اللي معاه هيبقى في مشاكل كبيرة جدا لناس كتير. ليه؟ لأن الأهلي كبير قوي، والمبادئ هو مبدأ الكل لازم يمشي عليه، لكن لما تهاجم وتشتم انت عادي، وتروح تجيب الندوات بتاعة رئيس النادي الأهلي وتقعد تنظر عليها والحق اتقال، وكل يوم عبس بالنادي الأهلي ده اللي بيحصل. لو اسمنا جه او خرج خروج عن النص معانا محدش يزعل ومحدش يتضايق مننا، ونعرف تماما كل حاجة تطلع في وقتها ازاي. اخر مرة هقول لك الكلام ده، ما تعبس بينا، لان احنا ناس محترمة وبنشتغل شغل يليق باسم النادي الاهلي وبنحترم الناس كلها ونحترم كل ما هو اهلاوي. لكن الخروج عن النص طول الوقت وكل يوم كل يوم تروح الندوات تهين الناس. انا هضطر اكون امين اكتر النهاردة، وهقول لحضراتكم في كانت ندوة للمهندس محمود طاهر، دايما بنروح، وبالمناسبة رحت ندوات لكابتن محمود الخطيب كانت في مدينة نصر، وسمعت الكلام وسمعت اخر ندوة. هقول لحضراتكم على موقف في احد الاعضاء قام، ما للامانة ما هاجمش حد جامد، بس بيقول وجهة نظره، وجهة نظره ممكن البعض يفهمها غلط. كل اللي قاعدين بما فيهم المهندس محمود طاهر عيب، او ما قالوش، يعني ما قالش عيب عشان ما يعني مش عايزين كلامك يتفهم غلط. اخذت الكلام، الكابتن محمود الخطيب قيمة وقامة ورمز، لكن من حقك اللي عايز ينتخب المهندس محمود طاهر ينتخبه، واللي عايز ينتخب الكابتن محمود الخطيب ينتخبه. فالواحد قلب ما يملى عليه ضميره. ما طلعتوش الفيديوهات دي، ما طلعتهاش ليه يا بيه زي ما بتطلع الندوات؟ عارف ليه؟ لان انت عايز تزيف الحقائق، عايز تقول للناس اللي احنا ناس ما عندناش اخلاق، عايز تقول للناس اللي احنا بندعي اللي احنا اهلاويه، ولا انا كمان زملكاوي، ولا انا كمان بزملك القناه، ولا انا كمان بضيع هيبه النادي الاهلي. ايه؟ ما طلعتهمش ليه؟ ما انتوا بتسجلوا الندوات. لكن سمحتوا باهانه، مش هقول رمز، سمحتوا باهانه واحد بسيط غلبان طيب من ولاد النادي الاهلي. وقعدتوا تسقفوا وفرحانين. هي دي المبادئ. المبادئ واحده، وفي الاخر بيانات مش عارف ايه، اكتب ايه قناه النادي الاهلي مش عارف فيها ايه، وكاننا كل يوم. التسلسل اللي انا عايز احكي لحضراتكم عليه يا كل اهلاوي على الارض، وانا اقسمت لكم في بدايه الحلقه اللي انا في عهد ما بيني وما بين ربنا سبحانه وتعالى مش هقول اي حرف فيه كذب. مش هقول غير اللي يملى عليا ضميري، وعايز ارضي ربنا سبحانه وتعالى قبل ما ارضي اي حد، وعمري ما خنت حد ولا عمري بعت حد ولا هعمل ده. فمن هنا هحكي لحضراتكم سيناريو سريع عشان تتاكدوا اللي فيه امانه مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرب على اللائحه الاسترشاديه، والكل يقول باطل، والمنتفعين اشتغلوا كتير جدا، وانتوا عارفين هم مين. تاني موقف، ابتدينا نشتغل، عدت وخلصنا، ابتدينا نرجع تاني. شركة ميسك وال134 مليون، القضية لسه قدامها 3 شهور أو هتدخل، وأنا بقول لحضراتكم وافتكروا كلامي مش هيحصل الكلام ده. أدي السيناريو، ادخل على السيناريو وتلحق الحق أديداس مش عارف 20 مليون جنيه، والجلسة لسه 25/12. أنا بحكي لحضراتكم الكلام اللي اتقالوا، افتكر الحق مدير الأمن بيعمل خناقات وبيدعو الناس اللي هم ما ينتخبوش الكابتن محمود الخطيب، وهذا كذب. الحق الاستاذ عباس الشال بيروح الناس مش عارف يقول لهم ايه. الحق اللي هو شيرين شمس مش محايد. تسلسل غريب وعجيب. الحق ندوات اللي بتحصل من الجانب الاخر فيها اهانات وفيها مش عارف ايه، تجيب الفيديوهات. الحق مش عارف الصحف منعوا اي خبر لاي حد. كل يوم حدث جديد. اخيرا بقى صحينا امبارح على قناة النادي الأهلي. هو واحنا هنفضل عايشين لكده؟ يعني صعب قوي بصراحة.
ما الناس شايفة وعارفة بالمناسبة. الناس شايفة وكل يوم السيناريوهات اللي بيقرأ جرايد أو بيقرأ صحف حضراتكم بتشوفوا الكلام ده. التسلسل أنا قلته شفتوه بقاله قد إيه؟ كتير صح ولا إيه؟ مش كنت بعرض لكم هنا خبر بينزل موحد كل يوم من صالة التحرير الواحدة واللي بيقودها جيم جيم داخل النادي الأهلي ولا إيه؟ هي دي الحيادية؟ الحقيقة اللي في ناس شغالة جوه النادي الأهلي بتعبس بمجلس إدارة النادي الأهلي وأقسم بالله دي حقيقة. عارفين ليه؟ عشان اللي بيحب النادي الأهلي ما يعملش كده، لأن كرسي مجلس إدارة النادي الأهلي ده كبير كبير، ما ينفعش الناس عارفة كل حاجة. وليه قيمة، وليه قيمة، ليه رمزية عندنا. أنا مش عايز أقطع عيش حد، بس كل واحد حر، لكن هتدخلونا في حملات مالناش دعوة بيها لا هنرد، لأن مش هنسمح بالكلام ده. ولا هتزيفوا اللي كنا من كباتن النادي الأهلي دي كمان، ولا هتزيفوا عدد المباريات، ولا هتزيفوا البطولات، ولا هتزيفوا أوسمة الجمهورية اللي خدناها. مش أنا، كل زمايلي اللي كانوا موجودين واللي قبلهم واللي قبلهم ومجالس الإدارات اللي كانت موجودة. مش عارف. احنا مش بندافع بالمناسبة ولا هنبقى في الوضع ده أبدا، لكن الكل يتحمل مسؤولية. أنا بوضح أمور لحضراتكم. سيناريو غريب وعجيب، لوجو النادي الأهلي ده شرف ما بعده شرف. الأهلي خيره علينا كلنا، لولا النادي الأهلي كان في أسماء كتير ما تبقاش معروفة، وكان في أسماء كتير ما تبقاش فيهم اتكتب في تاريخها بطولات، وأولهم أنا، وأولهم أنا. وكنت بقول لحضراتكم الأهلي نعمة كبيرة لازم تحافظ عليها. اللي بتلعب في ملايين نفسهم يلبسوا تيشيرت الأهلي، ولازم المدرب يبقى موجود يبذل أقصى جهد، ولازم اللي بيدير يطور ويعمل أحسن حاجة. لكن مفيش كده، مفيش كده. الظلم وحش، الظلم وحش. ده وصل بينا الحال تقول إسماعيل هتخش النار، وتقول إبراهيم هتدخل الجنة. ما ينفعش، ما ينفعش. وده ما يست... الكلام لازم يوضح لحضراتكم. مش عايز أطول على حضراتكم، لكن هي دي الحقيقة. كنت أتمنى بيان. مبروك يا أهلاوية لينا كلنا، من كل أهلاوي مبروك فرع التجمع الخامس، مبروك اللي جاب الأرض وهي دي تبين الروح الجميلة اللي ما بيننا. مبروك علينا كلنا النادي الأهلي. النادي الأهلي مش بتاعنا ولا قناته مش بتاعتي. سنة الحياة تمشي ويجي ناس، وتمشي ويجي، لا يجي ناس أهلاوية. بال 16 زملكاوية والكل كان ساكت تقول لي اختراق. وبالمناسبة عايز أقول جملة شفتها أيضا من البعض، جملة غريبة وعجيبة. مبادئ النادي الأهلي اللي نطلع نقول فرقة السلة التيشيرتات مقطعة، مبادئ النادي الأهلي اللي نطلع نقول بويا واتصرف 230 مليون جنيه، مبادئ النادي الأهلي اللي نطلع نجرح في بعض، مبادئ النادي الأهلي اللي في كل موقف وفي كل كلام بنوزع على بعض مين أهلاوي ومش مين مش أهلاوي. زي ما قلت لحضراتكم من شوية وهكرر الجملة تاني، في ناس بتدعي الوطنية وتقعد توزع في البرامج انت وطني انت مش وطني، انت ليبرالي انت علماني، يا عم انت مالك. وناس تانية عمالة توزع، لا انت أهلاوي انت دخلت من سنة، لا انت معاك الكارنيه من سنتين، لا انت معاك من 3 سنين. ما هو اسمه أهلاوي واسمه بيحب النادي الأهلي. استقيموا يرحمكم الله. الأهلي كبير قوي، واللي بيحصل دوت عيب بجد، اللي بيحصل دوت عيب. أجي كرسي النادي الأهلي بمجهود بخطة بتطوير ببرنامج كبير وضخم. يا راجل كل يوم كل مؤتمر، كل يوم كل مؤتمر، كل يوم كل مؤتمر، وتقول لي حيادية، عمال تمسك الناس ترزع لهم حاجة غريبة جدا. هو ده الحياد يا عم؟ اعلم ما تقولش اللي انت حيادي. بالمناسبة اخر حاجة هقولها عشان حضراتكم تبقوا عارفين، انا ما كنتش اعرف اللي كان فيه اعلانات لقائمة المهندس محمود طارق عشان ابقى امين مع حضراتكم. سألت عرفت اللي فيه بتبقى اعلانات مدفوعة الاجر، عرضوا على قائمة الكابتن محمود الخطيب من 12 يوم، ده اللي انا فهمته وسألت كويس جدا، وقالوا لا مش عاوزين. لكن ما بيطلع لناش نسبة، ما بنحطش اعلانات ورانا ويطلع لنا نسبة. تدخلش الحلال حلال،
والشبهات شبهات، والحلال مبين والحرام مبين. نحطش اعلان مدفوع ما اقدرش اتدخل فيه، انا مش رئيس قناه ولا عامل عقد مع النادي الاهلي وبرزنتيشن، ما عملتش ده. ده نادي كبير وده شيء اللي بتعمل بقى اعلان مدفوع الاجر، انا ما مش شغلتي. لكن عندي اعلانات في حتت ثانيه حلال، وهما تبقى هنا يقول لك حياديه. حياديه ايه؟ هو اللي احنا بنشوفه على مدار 3 سنين حياديه؟ ده الكل اتمزع داخل النادي الاهلي، ده حتى العمال يا راجل ما اتثابتش. العمال ما اتثابتش. مدير تنفيذي ما اتثابش. مش عارف مين ما اتثاب، وفي كده هنتحط في لوحه الشرف ان شاء الله. في لوحه الشرف. لان قلت لكم مره ثانيه وثالثه، هي سنه الحياه. الناس تبقى موجوده النهارده ويمشي بكره، والكل بيكمل بعضه. الاهلي مليء باولاده المحترمين، الاهلي مليء بكل اولاده المخلصين، وكل واحد عايز لما يروح يشتغل يتعب ويجتهد عشان يبدع داخل النادي الاهلي. لكن الامور ما مشيتش كده للاسف. اللي احنا سمعناه بطنيه وحزام ناسف ومش عارف هيعملوا ايه، هيجيبوا ناس وتضرب وبتاع. فايه ده؟ ايه المستوى؟ المستوى اللي احنا وصلنا له عشان اطلع ناس مش عارف دول وحشين وابناء مش من ابناء النادي الاهلي واموت فيهم؟ هو في ايه؟ في حاجه اسمها عدل وحق؟ في شغل اتبذل لمجالس سابقه محترمه؟ هو ده اللي احنا قلناه داخل قناه النادي الاهلي، ما قلناش غير ده. الاهلي في مدينه نصر، هختم بالكلام ده عشان استقبل نجم حلقتي النهارده. الاهلي في مدينه نصر موجود باولاده واعضاء جمعيته العموميه، الاهلي موجود في الجزيره في 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 3 شارع صالح سليم بابنائه واولاده، الاهلي موجود اهلاوي في كل مكان في مصر وخارج مصر، الاهلي موجود في الشيخ زايد، والاهلي هيبقى موجود ان شاء الله في التجمع الخامس. لكن الاهلي مكانه موجود، ولا مخترق ولا هبت الاهلي، ومبادئ الاهلي كلنا نعلمها كويس، عشان كده بنطبقها امام حضراتكم وبنقولها بكل حقيقه وبكل صراحه. الاهلي مش في تل ابيب، الاهلي في 3 شارع، في شارع 3 شارع صالح سليم. للبعض اللي عايز طول الوقت يصدر لنا مشهد، والمفروض اللي احنا نصدق المشهد اللي كله لا، امور لا تصح، امور لا تصح. اشتغلنا بضمير وهنشتغل بضمير، ولو انت بتفكروا بيانات ممكن تطلع عشان نرد ونهاجم، ما بنعملش ده ولا هنعمل ده، لكن هنشتغل باخلاقياتنا اللي احنا ماشيين بيها، وصوت الحق في الاعلام هو اللي طول الوقت هنفضل نتكلم فيه. ربنا يولي من يصلح لقياده النادي الاهلي، لان الاهلي كبير قوي، ومره ثانيه الاهلي نعمه وخيره علينا كلنا. نطلع فاصل سريع وبعدها نستقبل واحد من نجوم النادي الاهلي، الكابتن مجدي توب. برحب بحضراتكم من جديد، وفقره الضيف معانا واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني، اسم كبير، شخصيه محترمه جدا، ودايما ببقى سعيد وهو موجود معايا، كابتن مجدي طلبة. برحب بحضرتك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن شادي، ارحب بيك ومبروك للنادي الاهلي، النادي الجديد، الفرع الجديد في التجمع ان شاء الله، وربنا يوفق ويبقى فيه خامس وسادس ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك على مشاعرك الطيبه دي كابتن مجدي. عايز تبتدي منين النهارده؟ هبتدي من انت اللي بتسوق، انت صاحب بيت. هنتكلم اكيد عن الماتش يعني بتاع الاسماعيلي. كابتن، شايف مباراه النادي الاهلي والاسماعيلي بشكل فني الاول، خصوصا الاسماعيلي كمان السنه دي ماشي بشكل كويس جدا، والنادي الاهلي عنده مجموعه من المباريات المؤجله. هو هي صعوبه الماتش في نمره واحد في ظروفه، انه جاي مضغوط بالنسبه للنادي الاهلي في عدد مباريات كتير في وقت قليل، دي نمره واحد. نمره اتنين، المنافس للنادي الاسماعيلي دايما ماتشات الاهلي والاسماعيلي بيبقى فيها منافسه خاصه غير اي مباراه تانية، زي النادي مباراه نادي الزمالك. الحاجه الثالثه ان النادي الاسماعيلي بما انه هو كمان منافس كبير ونادي كبير، كمان مستواه السنه دي مختلف، ترتيبه مختلف، بداياته مختلفه،
فمن هنا هيبقى برضو هيبقى في درجه صعوبه ثالثه قدام النادي الاهلي عشان يتخطى الموضوع ده، لان النادي الاسماعيلي الدوافع بتاعته السنه دي غير دوافع السنين اللي فاتت اللي كانت قبل كده موجوده قبل كده، فده هيصعب الموضوع شويه. انما النادي الاهلي ان شاء الله قادر على انه يعدي الماتش ده ان شاء الله بسلام. كابتن مبسوط من التغييرات اللي موجوده داخل فريق النادي الاهلي؟ مش موضوع مبسوط، هو الطبيعي جدا ان النادي الاهلي لما تكون عنده، ما هو النادي الاهلي هو ليه عنده 30 لعيب وليه جاي بنجيب احسن وافضل لعيبه موجوده اذا كانت في القاره او موجوده هنا في مصر في الدوري المحلي في الفرق المحليه، احنا بنجيب اللعيبه دي كلها وبنعمل السكواد بتاعنا ده كله عشان نقدر نعمل نستعملهم في الوقت الصعب ونعمل الروتيشن اللي بيبقى موجود اللي لازم يبقى موجود في تيم زي تيم النادي الاهلي بما لا يخل من مستوى النادي الاهلي او من قدرات النادي او قدرات التيم في الاداء، قدرات الاداء في التيم او في المباريات المختلفه، فانت مضطر ان انت لازم تعمل كده ولازم تعمل كده. نمره واحد بتدي ثقه للاعبين كلها، نمره اثنين بتريح بعض اللاعبين، بتخلي دايما بتحافظ دايما على مستوى معين من في درجه الاداء بتاعه اللعيب بتاعه، انه بيدي اللعيب بتاعك انه بيدي 8 من 10 طول ما هو كان طول ما هو مستريح وذهنه صافي اكيد هيأدي بشكل نمره اللي هي درجه 8 اللي احنا عايزينها من اللعيب دي. كابتن اكيد حضرتك تابعت الفريقين النادي الاهلي و والاسماعيلي. هي مباراة نادي الاسماعيلي، خلينا نبتدي بالاسماعيلي. من وجهة نظرك الفنية بالنسبة لنادي الاسماعيلي نقاط القوة والضعف ايه؟ الاسماعيلي عنده ميزة السنة دي، انا مش عارف ده بيعتبر بالنسبة لنا انجاز ونجاح الكوتش عندهم انه غير من مفهوم لعيبة نادي الاسماعيلي المتعاقبة على مدار اجيال في طريقة اللعب وفي الفهم نفسه في مفهوم المكسب والخسارة. النادي الاسماعيلي قبل كده كان عايز، كان طول عمري انا اتشرفت ان انا لعبت في النادي الاسماعيلي موسم فاعرف كويس ازاي المنتال بتاع الناس بتفكر ازاي في الاسماعيليه، ولعيبه الاسماعيلي اجيال متعاقبه مع بعض بياخدوا من بعض، الكوره الجميله لازم تبقى موجوده، الواو لازم تبقى تتسمع وهكذا حتى لو جت على حساب الاداء مش على حساب النتيجه مش فارقه. طبعا ده هو قدر انه يغيره بدليل ان النادي الاسماعيلي السنه دي ما بيهموش حته الواو دي او حته الجماليات بتاعت الكوره قد ما انه هو تقريبا اقنعهم بان اجمل الجماليات في الكوره انك تكسب تاخد 3 بوينت. طبعا طبعا. فهو عشان كده ناجح جدا لغايه دلوقتي، واعتقد دي هتبقى اكبر حافز ودافع لتيم النادي الاسماعيلي قدام النادي الاهلي. يعني من وجهه نظر حضرتك الشيء المتميز داخل فريق النادي الاسماعيلي السنه دي انه بيلعب كجروب، بيلعب كرة جماعية، بيلعب كرة احترافية. خلاص ما بقاش لعب الهواء اللي هو الجماليات اللي لازم تبقى في المقام الأول قبل المكسب، لا المكسب بيبقى في المقام الأول وجماليات تيجي من خلال الأداء الجماعي. نقاط الضعف أكيد أي تيم ليه نقاط ضعف، نقاط ضعف الإسماعيلي إنه أول ما بيجي فيه جول من تيم كبير زي تيم النادي الأهلي بيتهز شوية، وده ليه؟ لأنه بيبقى عارف إنه تيم زي تيم النادي الأهلي صعب إن أنت تجيب فيه جولين عشان تكسب الماتش، ما بقاش سهل إن أنت تجيب في النادي الأهلي جولين. فانت لما بتيجي يدخل فيك جول بتبقى بتعمل حساب انت عايز تكسب الماتش، انت نازل ماتش عايز تكسبه، الاسماعيلي نازل عايز يكسب الماتش، فانت لما بيجي فيه جول هو كده ما بيفكرش هيفكر بعد كده في التعادل وبعدين المكسب، فبيصعب الامور وممكن بيحصل نوع من انواع الهمدان شويه عند لعيبه الاسماعيلي، ودي ده عيب بيبقى موجود في لعيبه الاسماعيلي من زمان يعني للاسف. كابتن هنروح للنادي الاهلي، عايزين نعرف برضو انت قلت لي انا متابع لكل مباريات النادي الاهلي أكيد. النقاط القوه والضعف ايضا في النادي الاهلي، نبتدي بنقاط القوه داخل النادي الاهلي. نقاط القوه في النادي الاهلي انا بعتقد انها موجوده في العناصر اللي اولا اللعب كجروب كمجموعه، اللعب كولكتيف دي قوه دي من اهم مميزات النادي الاهلي، ان التيم بيلعب كومباكت بيلعب كوره احترافيه. نمره اثنين عنده ريتم في الاداء، في ريتم كويس سريع مقبول جدا بالنسبه للدوري في مصر،
فارق عن الفرق اللي حواليه. نمرة ثلاثة التنوع اللي بيبقى موجود، يعني انت شلت علي معلول اتحط حسين، فحسين ادى بشكل جيد جدا، حتى لو حسين مش موجود صبر رحيل بيأدي بشكل كويس جدا. رامي ربيع دخل جوه وسط الملعب، الوسط الملعب رامي ربيع دخل نجيب ادى فيه، نجيب دخل مكانه ادى، ده بيدي المدير محمد الفني. هاني دخل في الجنب اليمين، يعني عندك حلول موجوده، ودي من اهم مميزات الاهلي. سببها الوفره العدديه داخل الفريق اكيد طبعا. مش الوفره بس، سببها الكواليتي اللي انت بتجيبه. وانت ما بتجيبش اي حد، يعني انت النهارده لو وليد مش موجود في مؤمن، لو مش مؤمن في عمرو بركات كان لعيب بتاعي في المدرسه في الاكاديميه، في ميدو جابر، في عندك تنوعات. الفروق في فروق اكيد، في فروق انما مش عاليه قوي، مش كبيره قوي، يعني ده يقدر يأدي وده يقدر يأدي. في احمد الشيخ واسلام محارب، في ناس يعني اسلام محارب لسه ما خدش خالص، هشام محمد خد حاجات بسيطه، يعني اقدر اقول عندك شويه. لازم نستغل الحاجات دي، لازم نستغلها عشان حتى اللعيب ما لازم يبقى عنده السيلف كونفيدنس، ده لازم ثقته في نفسه. انت عارف ان أسوأ حاجه على لعيب الكوره انه يبقى سليم وما بيلعبش، يعني هو مصاب بيبقى متضايق وقرفان انه ما بيلعبش، بس عارف ان في عله. انما هو سليم وما بيلعبش، لا بتنقص، بتقلل منه كتير جدا. نقاط الضعف داخل الفريق النادي الاهلي، نقاط الضعف داخل فريق النادي الاهلي الاخطاء اللي بتحصل، وخاصه لما بتبقى فرديه. احيانا التغطيه بتبقى مش مظبوطه، المس باص في اوقات حرجه جدا، او في مواقف صعبه، او في موقف الهجوم اللي لازم تبقى بتحافظ عليها كويس جدا، ضيع الفرص. دي برضو من الحاجات، دي من السلبيات الموجوده. طيب كابتن، عايز ادردش معاك. انا طبعا خلي بالك قلت لك قبل كده ما بنساش اي حاجه، والجميل النهارده انت موجود معايا، لان انت الكلام ده قلته هنا في البرنامج ده من مباراه افريقيا بتتلعب، من وقت الترجي لما كنت معايا قبل ماتش الترجي هناك، متذكر قلت لي وليد ازارو اللي بس محتاجه ولسه عنصر شاب، لكن انا متوقع له يبقى من الهدافين في فريق النادي الاهلي. ده كان كلام قلت لي. وكان حمان كمان كان في نقطه باكد عليها تاني، انا متذكر كمان، اللي هي هو شاب متسرع شويه، محتاج اللي هو يهدى جوه الصندوق اكتر من كده، وده هيبقى هيجي مع الوقت. لا انا فاكر انا قلت لك انه المفروض حسام يشتغل معاه شويه، لانه محتاج حد يشتغل معاه شويه، لانه هو باين عليه انه اولا ما عندوش خبرات خالص، خبراته قليله جدا. عامل السن الفرق اللي هو اصل عنده 21 سنه، وبعدين انا ما اعرفش الاكاديميه اللي هو متخرج منها اصلا، مش هو مش كمان مش خريج الوداد، الرجاء، الحاجات الكبيره العريقه دي اللي هم بيتعلموا من تحت. هو تألق وبعد كده راح فرقه كبيره، ف يعني هو تألق في بعض المباريات، فلا انا بعتقد ان هو هيحتاج شغل خاص من حسام اكيد، عشان في مواقف كتيرة، وبعدين هي كمان متشابهة، انت فاهم انت القصة دي، فبتبين ان هو لا عنده في الحتة دي في بعض النواقص اللي لازم. الميزة بقى ان هو لسه صغير وتقدر تيجي يعني مع الشغل. وبعدين يعني مثلا على سبيل المثال الفينش بتاع المباراة دي حصل فيه تقوية، ده ما هو شوف انا بقول كان في كور اسهل من اللي كانت بتضيع. مش عارف انا، يعني انا حاسس ان حسام اشتغل معاه كتير في الفتره اللي فاتت دي بعد المباريات الافريقيه، او في خلال المباريات الافريقيه لغايه الماتش اللي فات ده. اذا كان اشتغل معاه كتير في الملعب او بره الملعب عن طريق المحاضرات الخاصه والاعدادات الخاصه بينه وبين بعض. كمان اللي هينفع وليد ازارو انه يتفرج على كوره كتير، يعني يتفرج على كوره كتير جدا، خاصه الكوره الاوروبيه هيستفيد منها كتير جدا. عايز كمان استفيد من حضرتك، شفت الكابتن حسام بيدي ايمن اشرف في حته السيرد باك، وهو في سموحه كان بيلعب باك ليفت وبيلعب سيرد باك، ولعب في النادي الاهلي قبل ما يمشي صح. مع كابتن حسام برضو لعب مساك ولعب باك ليفت. ايمن عنده القدره دي، هو عنده بعد التهور شويه، فعشان كده الناس اللي بتشتغل معاه ما بيميلوش ان هو يشتغل في القلب اكتر من انه يشتغل على الطرف، انما هو يستطيع انه يؤدي دي، ويستطيع ويقدر يؤدي دي، يقلل شويه التهور اللي عنده بس في الدخول، والدنيا هتبقى. كابتن مجدي اكلمك كمدرب كبير، يعني هو كبير ولا حاجه؟ لا طبعا حضرتك كبير في كل حاجه وكبير المقام كمان. الله يحفظك. اللي انا عايز اعرفه
من حضرتك ودي مهمه بالنسبه لي كمدير فني، اما الاقي يبقى عندي احمد فتحي باك رايت ممكن يلعب في وسط الملعب، لاقي محمد هاني ممكن يلعب مساك ويلعب مساك ويلعب محمد هاني بيلعب باك رايت، واحيانا نشوفه الماتشات اللي فاتت كان بيلعب سيرد باك، اما الاقي ايمن اشرف نفس الموضوع، نوعيه اللعيب اللي عنده حريه الحركه بيلعب اكتر من مكان، ده المدير الفني بيفكر فيه ازاي؟ والله الديبنس بقى هنا هنا بقى هتوقف على المدير الفني، هل هو مرتبط بسيستم معين عشان يشتغل بيه مقتنع بيه في ادائه، ولا هو راجل حر ما يفرقش معاه السيستم اللي بيشتغل بيه، يشتغل اربعه يشتغل زي ما يشتغل ثلاثه زي يشتغل اي شغل. فانا شخصيا كمجدي ما ممكن اشتغل بسيستمين ثلاثه اربعه طول السنه. واحد بيخرج منه الثلاثه المتفرعين بتوعهم دول، ليه؟ لان مع تيم زي تيم النادي الاهلي 90% من الفرق اللي بتقابلك تقريبا بتقابلك زون وبتعمل لك ضلمه في الحته بتاعه التلت الدفاعي ده، فانت لازم تدور على حلول، الحلول لازم تبقى موجوده بشكل مستمر مستمر. يعني الحل لو انت عملته النهارده هتلعب بيه ماتش ماتشين وهتلاقي اللي جاي لك بعد الماتش التالت او الرابع اراه، فانت لازم تغيره او لازم تعمل حاجه دخله ثالثه او تفريعه ثالثه، فاهم قصدي؟ فمن هنا انت عندك المرونه ديت تقدر تشتغل بقى بيها. يعني خليني انا اسف على المقاطعه بس نشرح للناس اكتر حاجه كمان من ضمن الحاجات الفنيه حضرتك تقصدها، مثلا انا بعتمد على هقول مثلا اللي جايين من الاطراف، هقول مثال انا هقول مثال دلوقتي مثلا احنا بنلعب باربعه واثنين ثلاثه واحد تمام، فانا وارد واحمد فتحي هو اللي بيشتغل على الطرف بتاع الرابع في الباك رايت بتاع التيم، فلا انا ممكن انا في وقت من الاوقات لا اقوم مدخل العب بثلاثه واخلي احمد فتحي مثلا هو السرد باك، لا احمد فتحي هو السرد باك الثالث جنب السرد باكين التانيين، عشان ايه؟ عشان انا هجيب احمد فتحي من تحت خالص، فهو لما يجي يبدا من تحت خالص في الحته دي والراجل اللي في نص الملعب اللي طرفه يخش يوسع له خالص السكه خالص، والراجل اللي قدام اللي هو الوينج رايت او الهاف رايت اللي متقدم تخش كراجل سترايكر تاني، او انت عارف السيركل اللي زياده عدديه اما واحد راس حربه التحرك بتاع الهاف سيركل ده كده. انا فاهم قصدك عشان برضو نوضح للناس، حضرتك ما تقصدش لاحمد سيرد باك، باك رايت مع اثنين وبتوسع لا قدامه، لا سيرد باك سيرد باك بيلعب ثلاثة. بيلعب سيرد باك بثلاثه بيلعب بيلعب ثلاثه زي اليوفي كده تقصد، زي اليوفي زي كل في فرق كتير جدا بتشتغل بيها. انا اشتغلت بالطريقه دي كتير، خلي بالك الطريقه دي بتديك فرصتين كويسين، يبقى عندك واحد في وسط الملعب زياده يا اما واحد لا، هي بتديك فرص كتير قوي. نمره واحد ان انت اولا بتخلي الراجل اللي جاي من تحت مفتاح اللعب بتاعك، مفتاح من مفاتيح اللعب بتاعك الاساسيه جاي من تحت. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو في الغالب جاي فري، في الغالب يبقى جاي فري. ليه؟ اي مهاجم في الدنيا على مستوى العالم كله هيشتغل مع الراجل اللي المدافع بتاعه مرتين ثلاثه اربعه وبيبدا يهبط او يبدا يكسل في الرجوع او انت فاهمني، فبتعمل نوع من انواع الشوشره للتيم اللي قدامك. نمره اتنين انه راجل مفتاح لعب، بيلعب كوره، لعيب كوره يقدر يعمل كروس باس، يقدر يخش من قبل الملعب ويشوط، يعني عنده حلول، عنده حلول جيده. نمره ثلاثه في الرجوع بتاعه وهو موجود الراجل اللي قدامه بتدي له حريه الحركه انه يشتغل، ولو اتضرب من ظهره هذا هو اللي بيغطيه بقى في الوقت صح. ده ما تعتمدش على اثنين الديفندر، بتخلي الاثنين الديفندر منهم واحد يشتغل برضو عشان تعمل زياده عاديه، هي بتبقى انت عارف الموضوع في تفريعات من يعني مش هنقدر نقولها هنا كلها لان دي بتحتاج شغل كتير، ولاعيبه النادي الاهلي اللي يميزها انها عندها المرونه اللي تقدر تعمل ده صح، لان لعيبه مثقفه وفاهمه وعندها خبرات وعندها القدرات الفنيه والذهنيه اللي تقدر تعمل بيها ده. تمام، حسأل حضرتك على هل النادي الاسماعيلي هيلعب ضاغط على النادي الاهلي ولا هيقابل هيستنى في وسط الملعب والعكس على النادي الاهلي، بس نطلع فاصل سريع وكابتن مجدي يرد على سؤال. سؤال، برحب بحضراتكم من جديد ونواصل حوارنا مع نجمنا اللي مشرفنا داخل قناة النادي الأهلي كابتن مجدي طلبة. كابتن، قبل الفاصل كنا بنتكلم على طريقه اللعب، الاسماعيلي هيضغط على النادي الاهلي من البدايه ولا لا، ولا هيرجع زون ديفنس؟
والله انا بعتقد انه هيضغط على النادي الاهلي من البدايه. انا بعتقد كده، لانه لو ساب للنادي الاهلي الفرصه في انه يبدا من الهجوم المنظم بتاعه ويشتغل بيه، ممكن يعمل مشاكل في يعمل له مشاكل في الثلث الاخراني بتاعه، يعني لو وصله مستريح. طبعا هو عنده الاستطاعه دي، انما هو السؤال لو هو عمل كده هل هيعمل كده الوقت المده اللي هيقدر يشتغل فيها قد ايه. في نفس الوقت هيبقى برضه حاطط حته الريسك، هو هيهاجم هيعمل هجوم ضاغط او هيعمل زون، هتبقى عنده المشكله اللي هتقرقه اللي هي الفروق اللي موجوده ما بين اللعيبه وبعضها، ما بين لعيبه النادي الاهلي وما بين لعيبه نادي الاسماعيلي. في بعض الفروق لصالح تيم النادي الاهلي، الفروق الايجابيه في الدريبلينج، في الباسنج، في المواقف الثابته، عندك لعيبه تقدر تستغلها وتقدر تعمل بيها مشاكل النادي الاسماعيلي. فانا بعتقد هو عشان يوقف ده مؤقتا او بالاكثر وقت ممكن هيبقى بهجوم ضاغط من قدام. والاهلي، النادي الاهلي كعادته هيشتغل الهجوم المنظم بتاعه، هيحاول يطلع الكوره من الهجوم المنظم بتاعه، الا لو ما لقاش فرصه فهيعمل اللونج باس بتاعه او الجيم الطويل، لونج باس ومع ضغط وسط الملعب، مع الخط الدفاعي عشان التحرك بتاع وسط الملعب بالظبط. طيب عايز انتقل بيك كابتن مجدي طلبه، يعني مصادفتك كده، لعب في الاهلي ولعب في نادي الاسماعيلي ولعب في الزمالك ولعب في اليونان، واحد كمان الانديه الكبيره في اليونان بيحترموك جدا جدا، وانا اعلم كده تماما. الله يخليك. تاريخ كبير جدا في عالم كره القدم مع الانديه كلها، في شخصيات كده تدخل الرياضه تحقق نجاحات تعمل كل حاجه وسط وتخرج الناس كلها بتحترمها، وحضرتك من الشخصيات دي. كابتن مجدي، مشيت من النادي الاهلي رحت الاسماعيلي، جيت الى قابل النادي الاهلي، مشاعر حضرتك كانت عامله ازاي؟ والله يا شادي انت عارف الواحد وهو بيلعب اكيد ايه معنى دي اللي انت قلتها قوي. ما انا هقول لك النادي الاسماعيلي طبعا نادي كبير جدا ونادي عزيز على قلبي، لان في الوقت اللي انا كنت موجود فيه كمان كان في المهندس اسماعيل عثمان كان رئيس النادي، وكان المهندس ابراهيم عثمان اللي هو رئيس النادي دلوقتي كان وكيل النادي. فهي شخصيات محترمه جدا، طبعا عرفت شخصيات محترمه جدا هناك في الـ في الـ في الاداره، وكابتن انوس ومش عارف كابتن ميمي درويش الله يرحمه. وطبعا لعيبه بيت اللعيبه اللي كانوا بقيه الجيل بتاعي اللي كانوا موجودين، محمد الصغير، وكان في محمد ابو جريشه وايهاب جلال، وكان تيم قوي جدا، وبركات كان في التيم ده، وعماد النحاس كنا في التيم ده، واحمد سامي مدرب الطلائع في الوقت ده، كنا تيم قوي جدا. لما جينا نلعب النادي الاهلي، انت عارف ان دايما وانت بتلعب النادي الاهلي بتبقى انا شخصيا بحب اكسب اي ماتش العبه، العبه مع الاهلي، العبه مع الزمالك، الدنيا مع الاهلي، العبه مع الاهلي، العبه مع الزمالك، العبه مع الاسماعيلي، انا ما بحبش اخسر من النوعيه دي، لو بلعب طاوله ما بحبش اخسر. فكل لعيبه الكوره كده تقريبا يعني، فانت بتلعب قدام النادي الاهلي طبعا عايز تكسب، مش عايز تخسر، بس للاسف ما كنتش قادر بقى، فهي دي القصه بقى، ان انت كنت تيم قوي وكل حاجه، انما كانت ماتشات الاهلي صعبه، لان انت بتقابل ناس بتفكر في نفس الوقت، تعرف حتى لو هي خسرانه تعرف ازاي ترجع، وتعرف امتى ترجع، وتعرف تلم بعضها، بتبقى في ظروف كتيره جدا مش موجوده في في في, في كتير من الانديه، هي دي اللي بتخليك تقعد تعمل حسابات قبل الماتش بس مش اكتر. الواقعه الشهيره بتاعت حضرتك واللي انت تيشيرت النادي الاهلي والجماهير الاهلي ما تنساهاش وعايزين نعرف بقى الشباب اللي موجود وما شافش اللقطه دي، هي ليه عملت كده؟ هي هقول لك، هي كانت هي جت عفويه جدا، جت عفويه جدا. انا بلبس تيشيرتات دايما تحت التيشيرت عشان العرق وكده، كانت حاجه جديده حتى في الوقت ده ما حدش حد فيها، كان كله بيلبس على سكين يعني. فقبل ما اروح ليله الماتش كنا بنتمرن في المقاولين العرب، لان الماتش كان في المقاولين العرب، بنلعب الزمالك في المقاولين العرب، فاحنا اتمرنا والزمالك كان جاي بعدين يتمرن. فمحمد صبري قابلني كويس وقعدنا نتكلم مع بعض وخلاص لما روحنا، وتاني يوم جايين فدخلت
بالاتوبيس وهو داخل، انا عمال اتشتم شتيمه فظيعه من جمهور نادي الزمالك، شتيمه صعبه صعبه جدا يعني بكل حاجه بقى. من قبل بقول لك من ساعه ما دخلنا، شوف الاتوبيس بيمشي بيدخل امتى الاستاد لغايه، وخصوصا كمان يعني مثلا الرياكشن بتاعك وانا بفكر وانت بتتكلم كده، انت كابتن في طبيعتك هادي أنا، ما أنا بس عصبيتك مش لطيف. انا 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 ما انا انا مش مش لاقي حد فبقول الحكم يا عم وقف الماتش، قول لهم اي حاجه كده مش كده كتير يعني. الكلام ده بقولك في وسط الماتش، انا من ساعه قبل الماتش لغايه اخر الماتش هم مش جايين يشجعوا الزمالك، جايين يشتموا مجدي. ف واللي كان واقف معايا امبارح وسامنا على عسر ويا كابتن و عمال يسبني وعمال يا ابني ايه يا ابني انت ايه الشيزوفرينيا دي، وحاجه صعبه جدا. فمش قادر اعمل حاجه يعني، ومش ما بعرفش، مش عارف بقى لشتي وانا عارف اعمل حاجه، مش عارف ما بعرفش اعمل الحاجات دي يعني. فالحكم مش كمان يوميها كان كان احمد الشناوي، فكان كان حاجه صعبه جدا، فاولات من ضرب في الكاس وبتاع حاجه مش، فحتى في 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 موقف من المواقف طالع يلعب الكوره عاليه واحنا زمان كنا بنحط ايدينا يعني وكده، فايمن اتعور خد 6 غرز هنا. فانا والله ما كان قصدي، فلما بدات اتشتم قلت لهم احسن عشان وانا مش قصدي، بس عشان ابقى حسيت ان انا بتشتم غل ده. فالمهم في موقف مواقف رحت برضو مضروب جامد جدا، فبقول لاحمد الشناوي كابتن احمد ينعل على ابو الكوره مش عارف، راح جاي طردني. فهو طردني من هنا وانا خارج بقى طبعا الشتيمه زادت بقى طبعا. فانا مش عارف اعمل ايه، مش عارف. طب وانا هموت لو ما ردتش بقى هموت. لابس تيشيرت عمال ابص كده، طب ابص تحتي وابص فوق مش لاقي حاجه، فافتكرت ان لابس تيشيرت تحت التيشيرت، فرحت كانوا لابسين اعلان كوكا كولا ساعتها، ده ما اعتبرش اعلان يعني، على التيشيرت. فهي لو انا عملت لهم كده ساعتها هتبقى زمالك مش باينه. لا مش هتبان ان انا عايز اوجعه زي ما وجعني. فرحت رافع التيشيرت، افتكرت التيشيرت اللي تحت البتاع، فرحت عاملها كده موريها لهم يعني. بس فطبعا هو تصرف في الوقت ده يعني، الواحد كان كبير في السن وكل حاجه ويعي وكان تحت ضغوط، بس انا ما انصحش بيه يعني، لو رجعت بيها الايام تاني مش هعمله. طيب عايز اعرف من حضرتك نقطه مهمه برضو في الذكريات اللي حضرتك بتحكيها، كنت بكسر الدنيا في النادي الاهلي، وكان التوقيت الكابتن صلاح سليم. طبعا الله يرحمه الكابتن ثابت البدر الله يرحمه. ايه الاختلاف اللي انت مشيت بسببه؟ هو مبدأ، هو موضوع مبدأ مش أكتر من كده خالص يعني. هو طبعا كان صالح معايا، كابتن صالح جدا جدا، كابتن صالح حاجة بالنسبة لي كانت حاجة. وبعدين هو حببني أكتر كمان فيه، إنه كان بيقدرني جدا يعني، كان أحيانا كان ينده لي ويقعد معايا ونقعد لوحدينا ويكلمني، وكان يقول لي على شوية حاجات ويحكي لي على أيام زمان وأيام بعض الناس اللي موجودة مع يعني، كان بيعاملني بالظبط زي هشام وخالد. وكانت حاجه كنت انا بقدر ده بشكل كبير جدا يعني. ف يعني ال 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 الوقت ما كانش موضوع فلوس خالص زي ما كانت الناس بتبص في كده، لا، انما انا حسيت اني لا، في حاجه ناقصه مع مجدي عايزها تتعمل يعني. فلقيت ان الاتجاه ماشي عكس اللي انا بقوله كده، فاثرت ان انا بقى ايه، لا خلاص مش هقدر اكمل كده وبتاع. وكتب بعد كده ان الاهلي مشي مجدي وبتاع، ما انا راضي مفيش مشكله. بس هو اللي عمل المشكله كان صحفي ربنا يكرمه، عمل منشط كده، انا الوحيد اللي قلت للاهلي لا. فرحت متصل بعصام عبد الحسن، قلت له ايه اللي انت بتكتبه ده يا عصام؟ ينفع يا عصام؟ جميل استاذ عصام، خلي بالك جميل جدا حبيبي عصام. صاحبي يعني، قلت له عصام ينفع كده يا عصام؟ خلص عليك. قال لي مش انت قلت لي ان قلت الاهلي لا؟ قلت له انا ما قلتلكش قلت الاهلي لا يا اخي، انا قلت لك ان انا اتفقنا على حاجه او اتكلمنا في حاجه، قلت لا، انما مش انا الوحيد اللي قلت الاهلي لا. فانما طبعا الموقف هقول لك على حاجه مهمه جدا. اتفضل. وانا في الاسماعيلي ما اتبسطتش من الوضع في البدايات، وما اتبسطتش. ف
كابتن صالح كان في لندن، سالت عليه قالوا لي في لندن، فخدت تليفونه وكلمته هناك في لندن. فاول ما ايوه مين معايا، قلت له انا مجدي، حسيت يعني انه مبسوط جدا بالمكالمه والنبره اتغيرت، وانت فين يا ابني وعامل ايه وبتاع. فقلت له انا عايز ارجع النادي الاهلي. قال لي وانت فاكر ان انا ضد ان انت ترجع النادي الاهلي؟ خالص، من بكره ترجع النادي الاهلي، بس دي مش بتاعتي، دي بتاعت الجهاز الفني، شوف اقعد مع الجهاز الفني وكلم الناس. قلت له حاضر. يعني انت مش ما عندكش؟ قال لي ابدا بالعكس، مدرسه انت بالعكس خالص، ده انا زعلان ان انت مشيت وزعلان ان القصه مشيت كده، بس انت السبب. قلت له حقك عليا. فالمهم يعني كلمت كابتن ساعتها، كان الكابتن احمد ماهر الله يرحمه، وكان مستر سوبل، وقعدت معاهم في المريوت قعده كده، وكابتن ثابت الله يرحمه، قال لي ما فيش اي مشكله خالص. فالمهم جم قاعدين القعده بتاعت اخر السنه، دايما الجهاز الفني بيقعد معاه كابتن حسن عشان التحضير للسنه الجديده وبتاع. فقال لهم لازم ننزل بالايه؟ الاعمار السنيه. بالاعمار السنيه. خلصوا عليك. هو قبل لسه ما يقولوا حاجه، فانا بكلمهم بعد كده قالوا لي احنا اول ما قعدنا قال ننزل بالاعمار السنيه، اقول لهم عايزين مجدي؟ خلاص انتهى الموضوع. قلت لهم كده تمام، انا كده بطلت. كابتن مجدي طول الوقت بنبقى فخورين بحضرتك، انت وجهه مشرفه في كل مكان رحته، بره مصر وجوه مصر، وليك كمان وقت محترم جدا، من 7 دوري مع ورا بعض في النادي الاهلي. خدت منهم 3. انت خدت منهم 3 انا عارف، لكن كان جيل برضه جيل محترم، جيل قوي جدا، بنقول اجيال مكمله لبعض كلها. طبعا طبعا بنسعد بيك وببقى سعيد اكتر وانت موجود يا كابتن مجدي. انت حضرتك من الشخصيات المحترمه، الله يحفظك، وانت عارف كمان انا بحبك قد ايه، وانت كمان وبقدر حضرتك جدا جدا، شرفتني ونورتني. شكرا. عايز تقول حاجه اخيره؟ عايز اشكر جمهور النادي الاهلي، وعايز اقول بالتوفيق ان شاء الله باذن الله القيمتين اللي داخلين النادي الاهلي. طول عمري حتى مش من وانا مش في النادي الاهلي، من وانا في نادي الزمالك، الدنيا بتمشي سهله وسلسه وبسيطه، وان شاء الله باذن الله تمشي كده كمان. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك. كان معانا كابتن مجدي طلبه، اتكلمنا شويه فنيا وشويه كواليس وذكريات، اتمنى الحوار معاه حضراتكم تكونوا استمتعتوا بيه. أكيد كمان هختم زي كل يوم المجد، كل المجد لشهداء النادي الأهلي، وتصبحوا على ألف خير، والكرة يا مسؤولين للجماهير، وبعدين على طول في برنامج الأهلي ينتخب، مهم جدا تتابعوا حضراتكم عشان الناس بتشكك في حياديتنا وأخلاقياتنا وكل حاجة، بنشتغل كل حاجة بما يرضي الله وملتزمين بأخلاقيات ومبادئ النادي الأهلي. تصبحوا على ألف خير، وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله يوم الثلاثاء.